الوالد، لأنه كان بالنسبة لي با حضر لي في ترب صداقي، واللي جا من الرباط، واللي كان نغضب مع راجلي نمشي عنده، نتقلق نجي عنده، ماشي خسارة في سيد ربي. وطبعا فقدته حتى الشعوب العربية، لأن حضر معي في عدة دول عربية، العراق، الجزائر. طبعا أنا عاد ودعته، دابا صعيب عليا نتكلم عليه، ولكن اللي فقدوه بزاف هو الوطن. رجل وطني بكل معنى الكلمة، واش كل ما يعرف صوت الحسن ينادي، صوت الحسن ينادي، لأن تنودعو تنبوسلو راسو، تنشوف هاد الوطنية اللي كانت فيه، وهاد وأخيرا مين كيسمع كلشي تيغنيها تيقول لي صافي، اللي بغا تجي الموت تجي، مادام هادشي اللي عطيت لبلادي ما قليل في حقه. يعني واخا عيان تكلمكم على الوطنية اللي فتح الله المغاربي، شيء فظيع فظيع ما تقدروش تصوروا، لأن للأسف نهار اللي ولات السوشيال ميديا كنت قصير في حق فتح الله المغاري، كنت قصير كبير بزاف. وهانتوما كتشوفوا دابا هما كيمشيو لنا الرواد، رواد كبار بشامس، علي الحداني، سي العلاج رحمه الله، وعبد القادر الشدي، يعني الرواد كلهم مشاو. كنتمنى من الاخوان الصحفيين، كنتمنى من وزاره الثقافه، كنتمنى من كل الطقم اللي كتهتم بالفن انتم تهتموا شويه بهاد الناس هادو. ما كيطلبوش منكم تهتموا لها ماديا طبعا، اللي محتاج طبعا، ولكن فنيا سي فتح الله المغاري رحمه الله كان محتاج يكون عنده، ربما سي محمد يتكلم لنا. فقالت الاخت لطيفه رأفت اننا فقدنا اب روحي في كل ما اهرام الاغنيه المغربية، إنه المرحوم برحمة الله الأستاذ فتح الله المغاري. ففقدان هذا الرائد الأستاذ فتح الله تنكون فقدنا واحد من الرموز ديال الأغنية، فقدنا سجال من أكبر السجالين اللي كتبوا الأغنية المغربية، فقدنا ملحن من أكبر الملحنين اللي عرف يوظف الأغنية المغربية، فقدنا صوت من الأصوات المتميزة اللي أدى الأغنية المغربية على أتمها وعلى كامل يعني معناها الحقيقي، اللي الأغنية المغربية أغزات العالم العربي بفضل رائد من الرواد اللي هو الأستاذ فتح الله المغاري. الأستاذ فتح الله المغاري لما كان سمعوا وإحنا كمغاربة نداء الحسن، فإننا جسمنا يقشعر، ما يمكنش شي حفل من الحفلات الوطنية، ما يمكنش شي مناسبة عائلية أو أي مناسبة في المغرب اللي ما نردوش فيها نداء الحسن. هذا هو العبقري الأستاذ المرحوم فتح الله المغاري، هو اللي كتب هذه الأغنية اللي بقات مخلدة الاسم ديالو، واللي كانت من الألحان ديال الأستاذ عبد الله عصامي. فما يمكننا إلا نترحموا على هذا الرجل، وما يمكنش في هذه العجالة أننا نتكلموا على السيرة الذاتية ديال الأستاذ فتح الله المغاري، لأنه خصنا يعني سجلات وخصنا واحد الوقت كبير. وكل ما يمكن لي نقول في هذه العجالة أنه باسم الفنانين كان نعزيو الأسرة دياله الصغيرة، وكان نعزيو جميع الفنانين المغاربة في هذا الفنان اللي غادي يخلد الاسم ديالو في تاريخ الأغنية المغربية. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع صحابكم.